التدخين يأثر كما هو معلوم على الكثير من الجوانب عند الإنسان سواء الجوانب الصحية النفسية الاجتماعية وغيرها من ناحية النفسية لاحظوا أن المدخنين عادة راهم دائما عندهم نسبة العصبية والتوتر والقلق النفسي والحالة النفسية المعكرة والمزاج السيء دائما عندهم بزيادة وبسبب هذا النيكوتين يتعرض الشخص إلى فترات اكتئاب كبيرة وشديدة تتعلق بالمكتح هذه المادة وتتعلق أيضاً بعادة التدخين